نشرت وسائل إعلام عراقية رسالة منسوبة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعث بها إلى قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في مارس الماضي. وطلب الصدر في رسالته طهران ألا تكون سببا في قصف العراق عبر إعطاء ذرائع لأطراف عدة. الصدر وفي الرسالة المنسوبة له أكد أن العراق دولة مستقلة، وأن استهداف من وصفه بالعدو انطلاقا من الأراضي العراقية لا يكون بهذه الطريقة، بل بالطرق الدبلوماسية المعمول بها دوليا وفقا لتعبيره.